بورتاج عن المشي أو الجري. طبعا مثل ما نذكر كل حلقة أنه الرياضة جدا ضرورية بحياتنا اليومية، حتى إذا واحد ما يقدر يروح الجيم فيقدر على الأقل أنه يمشي نص ساعة بيومه، يظل يمشي أو يهرول أو حتى يركض، لأنه المشي بعدة فوائد أكيد راح نعرف هاي الفوائد شنية من خلال هذا البورتاج. فوائد رياضة المشي في فصل الشتاء: تحميك من الإصابة بالإنفلونزا والزكام. الذين يمشون نصف دقيقة يوميا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد، وتساعدك أيضا على تدفئة العظام وتقويتها، وتساهم كذلك في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب الشتوي.